أنا حسن أبو أنس من كفرنبودي محافظة حماة، وهلق مقيم في مخيم أطمي مخيم المنتصر. عندنا أحالات اثنين، دلال خليل وأخوها حسن خليل، وعن ضمور بنخاع الشوكي. بالعصب البجريهون مضروب، أخذناهم على كذا دكتور ما يحسنوا يعطونا ولا شيء، بطول خالص. بدهم أطباء يكون يعني يقدروا يشتغلوا فيهم صح. نحن أخذناهم على كذا طبيب هوني ما في شيء، يقول لي ما معالجي فيزيائي ما مشي حاله. خدون على سرمد على دكتور اخصائي بالاعصاب، يعني دكتور فهمان مزبوط. قال لي اخر شيء بدهن عمليات بالمانيا، اذا عندك امكانيه. قلنا له لا في امكانيه ولا في شيء، الفقر ذابحنا ذبح. هاي وحده، نحن عايشين مخيم كل شهر سلي ناكل الرزايات، والتالي من بيوم نصرف عليهم. تمام شلون؟ عمل شغل كذا ما في. اسمي دلال، رجليات بوجي عنا وظهري، لما بشوف حدا هيك عم يلعب مع بيركض بنسعج. رجليات بوجي عنا وظهري، ولما بيركض ابو اتمنى ان ارجع امشي على السوا عشان هيك العب مع الضنا بس.